نقاشات واتفاقيات عده جرى بحثها بين السلطات المحليه في البصره ووكالات تابعه للامم المتحده لوضع استراتيجيات شامله لتطوير قطاعات التعليم والصحه والبطاله وقضايا اخرى تتعلق بالقدره على التكيف مع التغير المناخي. اهم الامور اللي تم اليوم الاتفاق عليها سيتم مناقشتها وتفعيلها بالايام القادمه ان شاء الله وهي أمور تتعلق بالتعليم وتدريب الأخوان بجامعات البصرة والخريجين ليكونوا يواكبوا ودرجهم بالقطاع الخاص والشركات النفطية هذا فيما فيما يخص برنامج التعليم أما فيما يخص الصحة معالجة الأمراض السرطانية وتسفير الأخوان المرضى وتوفير الادويه في هذا المجال ويؤكد ممثل الامم المتحده في العراق ان الجهود تنصب على دعم خطه العراق للتنميه المستدامه عبر تطوير انظمه الصحه والزراعه ومعالجه ملف النازحين في بسرة وفي ممكن محافظات الاخرى جنب البسرة وكيف الامم المتحده وساعد يساعد هذا هذا الاولويات اولويات الحكومه وطبعا هذا مهم بالنسبه الـ بالنسبه الـ يعني خطه التنميه المستدامه في في مستقبل في بصره ومحلات اخرى. وبدوره يشدد مكتب اليونسيف على أهمية أعمال المنتدى التنسيقي المشترك بين حكومة البصرة ووكالات الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يونيسيف تعمل في العراق والبصرة بشكل خاص على عدة قضايا تتعلق بملف الطفولة، لكننا اليوم نعمل مع باقي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير وإنجاح خطة الحكومة للتنمية المستدامة. ولعل أبرز مخرجات منتدى التنسيق المشترك كان الاتفاق على تفعيل دور الشباب في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة. وتأمل حكومة البصرة أن تسهم اتفاقيات التعاون والشراكة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة في المساعدة على معالجة قضايا مهمة أبرزها البطالة والتغير المناخي الحاد فضلا عن تطوير قطاعي التعليم والصحة (نجاح العابدي الحرة البصرة